بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات شرح برنامج الإند نوت، وهذه الحلقة نستكمل ما شرحناه في الحلقة السابقة من إمكانية استخدام برنامج الإند نوت في البحث عن الأوراق البحثية على المواقع الإلكترونية الخاصة بنشر الأبحاث العلمية، وكيفية إيجاد هذه الورقة البحثية as original paper كالورقة الأساسية البي دي اف الخاصة بها على هذه المواقع العلمية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، بنفتح مكتبة الإند نوت الخاصة بنا، وبعد ما نفتح مكتبة الإند نوت الخاص بينا هنبتدي نعمل، طبعا احنا بنغلق على طول عمليات الابديت. اتعلمنا ان احنا ممكن في الحلقة السابقة ممكن نعمل عملية سيرش اونلاين على جميع المواقع، نبتدي نحط الشروط الخاصة بينا على جميع المواقع، وبعد كده نعمل سيرش، هو هيعمل لي سيرش على جميع المواقع لهذه الشروط، او نبحث في موقع معين زي الباب ميد مثلا الموقع الشهير ونبتدي نعمل الشروط الخاصة اللي انا هنعمل لي بحث عليها على الباب ميد. يعني على سبيل المثال انا بنقول له مثلا ابحث لي اول فيلد على جميع في جميع المجالات على كلمة مثلا الليد اسيتيت مثلا، وابحث لي في جميع المجالات اهوت اول فيلد على كلمة الانفرتيليتي، وابحث لي في جميع المجالات مثلا على كلمة الميل رات. يعني هيبتدي يبحث لي على الثلاث كلمات دولت او البحث العلمي او الورقة العلمية المنشورة في الباب ميد التي تحتوي على هذه الثلاث كلمات، ونقول له ماتش ووردز، يعني اعمل عملية ماتشنج للورد. اول ما نبتدي نقول له سيرش هنا هيبتدي هو يعمل لي بحث على الاربع الكلمات ديت، بدأ يظهر لي 12 بحث هنا، قال لي ان انا وجدت 12 بحث تضم هذه الثلاث كلمات او هذه الثلاث شروط. اول ما نقول له اوكي هيبتدي ينزلهم لي هنا، نزلهم لي من على الباب ميد. اول ما بينزلوا من على الباب ميد زي ما حضراتكم شايفين نزلوا هنا بنبتدي نعمل لهم عملية تنشيط كنترول A. اول ما بنعمل لهم عملية تنشيط بتبتدي تظهر لي ايقونة فايند فور تكست ديت، الايقونة ديت انا زي ما استخدمناها المرة اللي فاتت، اول ما بندوس عليها بيبتدي هو يعمل لي عملية سيرشنج بحث عن الاوريجينال بيبر اللي هي كموجودة كبي دي اف على عليه. ممكن عن طريقة اخرى، لو انا عملت كليك يمين هيبتدي يفتح لي قائمة، هذه القائمة تتيح لي فرصة الايه اللي عندي اهوت فايند فول تكست اهوت. لو انا دوست على فايند فول تكست ديت هيبتدي يبحث لي عليها زي ما بحثنا في الاول اهوت، لو احنا دوسنا عليها هيدي لي اوكي اهوت ويبتدي يبحث لي زي ما حضراتكم شايفين هنا اهوت، بيعمل سيرشنج على الايه عليه. ايضا ممكن نستفيد بهذه القائمة اللي هي عندي لما بنعمل كنترول يمين، بنعمل كليك يمين، معذرة، بنعمل كليك يمين. ايضا الحلقة السابقة احنا قلنا ان احنا لو بنعمل كنترول A وانا محتاج ان انا نحفظ او نحتفظ بالاوراق البحثية ديت بحيث انها ما تضيعش مني، انا بنبتدي نعمل كليك شمال، نتم دايس كليك شمال ونسحب هذه الاوراق البحثية ونروح نحطها فين، ونروح نحطها في جروب ثابتة عندي أساسية. أول ما نحطها عندي هنا تحولت من 15 إلى 27، تم إضافتها هنا. طيب في طريقة تانية ممكن نبعت، نعملها إزاي؟ يعني ممكن نعمل عندي الكليك اللي عندي أهوت، نعمل كليك يمين، لما بنعمل كليك يمين بتبتدي تديني الرسالة ديت أهوت، بيقول لي آد ريفرنس تو، ابعت الإيه أو أضف هذه الريفرنس على عندي، بيجيب لي هنا اهوت، ما بيجيبليش السمارت بقى، بيجيب لي الايه
الحياة الثابتة اللي هي الجروب الأساسية اللي احنا مثلناها بالبارتيشن في المكتبة اللي ايه مكتبة الورقية، بيجيب لي الجروب الأساسية هنا اهو. لو نلاحظ هنا اهو عندي الـ RNA كذا اهوت، كل ديت الجروب الثابتة اللي عندي هي اللي ظهرت عندي، مش ظهرتش السمارت عندي. ودي من هنا تأتي أهمية الايه، تأتي أهمية إنشاء الجروب الثابتة. ليه؟ لأن أنا عندي بنقدر نحتفظ بيها بأي ريسيرش أو أي رسالة ورقة بحثية بحثت عنها في النت، نقدر نضيفها على هذه الجروب ولا نفقدها بسهولة. يبقى هنا استخدمنا القائمة اللي هي المنبثقة، بنعمل كليك يمين تطلع لي القائمة المنبثقة ديت، نقدر نستخدمها في عملية الفايند فول تكست، او نقدر نستخدمها في عملية السند او الاد اضافتها للايه، او ممكن من قائمة الريفرنس اللي عندي الاساسية اللي هي موجودة عندي ايضا، بنروح ونعمل عملية فايند فول تكست اهي موجودة، وايضا بنقدر نعمل عملية اد للريفرنس للايه اد للريفرنس في الجروب اهو. طيب هنا بدأ، لما بدأ هنا يعمل عملية سيرشنج هنا اهوت، بدأ يعمل سيرشنج زي ما قلنا. ايضا هو مثلا يعمل لي ايجاد للبي دي اف، او يوجد لي اليو ار ال اللي هو اللينك الالكتروني الخاص بي. لو انا رحت لي يعني، هو هنا بيقول لي عندي ان في 3 أو 4 هما موجودين از يو ار ال. لو انا رحت عندي الاربعة موجودين، واخترت واحد فيهم ونزلت لاسفل، هنلاحظ انا عندي الايه اللينك الالكتروني الخاص بيه. نقدر اول ما ندوس عليه، اول ما نختار وندوس عليه بيفتح لي على الجوجل كروم او اي اكسبلورر ديفولت بالنسبه لك، بيبحث لك على اليو ار ال الخاص بيه، وبالتالي بيدي لك الايه الورقه البحثيه كموقع موقعها المنشور على الباب ميد بالنسبه لك. تقدر بعد كده تبحث عن البي دي اف الخاص بيها باي طريقه اخرى زي ما هنشرح ان شاء الله في اخر السلسله ازاي نقدر نوجد البي دي اف الاوريجينال بيبر بالنسبه لنا. طيب لو رجعنا للان نوت، هنا ايضا بيواصل عملية السيرشنج اهوت. الـ12 بحث اللي عندي عمل ادي، وجد عندي واحد اهوت، وجد واحد بي دي اف، ووجد اتنين وجد 9 يو ار ال، واتنين غير موجودين، واتنين غير موجودين. نلاحظ هنا اللي هي وجدها از بي دي اف هنا موجودة عندي، ونقدر نستفيد بها از بي دي اف. لو انا عملت عليها تنشيط وارسلتها، نرسلها مثلا للريسيرش كذا، نلاحظ ان هنا اهوت زاد. او انا مثلا ادا جنرال ادا 1425، لو انا بعت له واحد يبقى 26 عشان نتاكد اهو. جنرال بعت له واحد اصبح 1426، وبالتالي اتاكدت ان هو بدا يروح عندي، وبعد كده بيبتدي يتنسق في الايه السمارت جروب. وبكده نكون كملنا اللقاء السابق اللي هو عملية البحث عن الأوراق البحثية باستخدام الإند نوت، وكذلك الفايند للأوريجينال بيبر أو الفول تكست باستخدام الإند نوت هذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.